بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، بإذن تعالى بهذا المقطع راح نحل مع بعض الاختبار الأخير في بحث التناظر. السؤال الأول عم بيقول لي عندي معادلة مستقيمة، عم بيقول لي وفي عندي نقطة، عم بيقول لي النقطة صنعها غوري سيمتري نادر، عم بيطلب مني نظير هذا المستقيم بالنسبة للنقطة. شباب، أنا لو عندي مستقيم وفي عندي نقطة، نظير هذا المستقيم راح يطلع هو مستقيم يوازيه، إذن ولكن له نفس الميل طبعا. يعني أنا هون مثلا مستقيمي هو x ناقص y زائد 6 يساوي 0، المستقيم راح يطلع معي كمان x ناقص y لكن زائد j يساوي 0. هلا أنا مشان أطالع هذا الجي راح أخذ بعد نقطة عن مستقيم يساوي بعد نقطة عن مستقيم، راح أختار نقطة ولتكن A إحداثياتها x و y بهذا الشكل. إذن صار عندي راح يكون راح أعوض إحداثيات النقطة في معادلة المستقيم، يعني بدل كل x راح أحط 2 وبدل الواي راح أحط 4. إذن 2 ناقص 4 زائد 6 بالقيمة المطلقة على جذر مربع أمثال الإكس مربع أمثال الواي، يعني 1 زائد 1 يساوي القيمة المطلقة ل 2 ناقص 4 زائد ج. لاحظوا هون عم بعوض في معادلة هذا المستقيم على نفس الأمثال، طبعا راح يختصروا مع بعض، هذا الجذر راح مع هذا الجذر. إذن 2 و 6 8 راح 4، إذن 4. هون عندي ج ناقص 2 صار ج ناقص 2 بالقيمة المطلقة قلنا هون بيساوي 4. فهي طبعا إلى حلين، إما أنه J ناقص 2 بتساوي 4، معناها الJ راح يطلع معي 6 وهو نفس الJ لهذا المستقيم الأساسي، يعني أعطاني معادلة المستقيم الأول هو هذا أنا ما بدي إياه. إذن المعادلة الثانية أنه J ناقص 2 تكون تساوي ناقص 4، معناها الJ راح يطلع معي ناقص 2. إذن طلع معي هذا الJ ناقص 2، فأصبحت معادلة المستقيم اللي عم بدور عليه هو X ناقص Y ناقص 2 يساوي 0. إذن الجواب راح يكون A. السؤال الثاني عندي 2x ناقص y بيساوي 0، عم بيطلب نظير هذا المستقيم بالنسبة للنقطة التالية. إذن شبيه بهذاك السؤال راح أقول إذن معادلة النظير راح يكون لازم يطلع عندي 2x ناقص y زائد j يساوي 0، راح أخذه بالقيمة المطلقة. إذن أنا عندي صار هون قيمة مطلقة، راح أعوض إحداثيات النقطة، بدل الإكس راح أحط ناقص 1، إذن صار عندي ناقص 2 ناقص 3 هاي بالقيمة المطلقة على طبعا الجذر، راح يختصر معي الجذر ما راح أكتبه. إذن يساوي القيمة المطلقة لناقص 2 ناقص 3 زائد ج. إذن هون صار عندي ناقص 5، قيمة المطلقة أكيد 5، وهون عندي ج ناقص 5، إذن ج ناقص 5 بالقيمة المطلقة يساوي 5. طبعا إلى حلين، إما أنه ج ناقص 5 بيساوي 5، معناها ج راح يطلع معي 10. إذن بهذا الوقت شو صار عندي؟ صار أنه معادلة المستقيم 2x ناقص y زائد 10، إذن يعني الجواب ده. طبعا القسم الثاني من القيمة المطلقة راح يعطيني نفس المعادلة الأساسية اللي عندي، يعني لازم يطلع 0. إذن ج ناقص 5 بيساوي ناقص 5، اختصروا مع بعض معناها ج 0، رجعت لمعادلتي الأساسية، إذن الحل هذا هو. السؤال الثالث عم بيطلب مني عندي معادلة مستقيم، عم بيقول لي بدي اخذ نظيره بالنسبه للمستقيم الثاني. هذا شباب هذا راح اسميه دي 1 وهذا دي 2، اذا النظير راح يكون دي 3. المستقيم دي 1 يوازي الدي 2، النظير كمان راح يوازيهم وراح يكون بيبعد عنهم، اذا من هون لهون المسافات راح تكون هذا الطول قد هذا الطول. إذا شو راح يصير؟ راح يصير الجي تبع المستقيم اللي بالوسط هذا راح يكون متوسط حسابي، يعني لو كتبنا معادلة هذا، إذا راح يكون متوسط حسابي بين الجي والستة. إذا جي زائد ستة على 2 لازم يساوي 10، معناته 20 راح منها 6، إذا 14، إذا جي بيساوي 14. معناها شو صارت عندي معادلة النظير دي 3؟ هي صارت عندي نفس الميل، إذا x ناقص 2y زائد 14 يساوي 0، إذا الجواب A. السؤال الرابع عم بيقول لي عندي مستقيم أول ومستقيم ثاني، عم بيقول لي بده نظير المستقيم الأول بالنسبة للمستقيم الثاني. إذا هذا دي 1 وهذا دي 2، راح أقسم معادلة المستقيم دي 2 على ناقص 2، إذا صار عندي
3 اكس ناقص 2 واي زائد 2 بيساوي 0. هذا ال دي 2. بلاحظ ما في عندي عفوا بلاحظ انه المستقيمين متوازيين. لاحظوا صار عندي امثال الاكس نفس امثال الاكس، امثال الواي نفسه. اذا هدول الخلاف بيناتهم الجي، اذا متوازيات. اذا هذا الدي 1 شبيه بالسؤال اللي قبله، وهذا الدي 2، وهذا هون الدي 3. اذا معادلة الدي 3 هي نفس معادلة المستقيمين، يعني 3x ناقص 2y لكن زائد j يساوي 0. اذا راح يكون هذا الj هو متوسط حسابي بين الj والخمسة. اذا j زائد 5 على 2 لازم يساوي 2، معناها الj راح يطلع معي 4 ناقص 5 اذا ناقص 1، يعني المعادلة تبعيته راح تكون 3x ناقص 2y ناقص 1 بيساوي الصفر. إذا 3x ناقص 2y ناقص 1 جواب ب. السؤال الخامس عاطيني معادلة مستقيم عم بيقول لي بده نظير هذا المستقيم بالنسبة لمنصف الربع الأول. نحن بنعرف لما باخذ نظير بالنسبة لمنصف الربع الأول ببادل بين أمثال الإكس والواي، إذا لازم يتبادلوا هون أمثال الإكس مع أمثال الواي. إذا النظير معادلته راح تكون ناقص 2x زائد y زائد 5 بيساوي 0. إذا معناتها عمليا هذا هو الجواب د. السؤال السادس عم بيطلب مني في عندي معادلة مستقيم عم بيقول لي بده نظير هذا المستقيم بالنسبة للمستقيم المعطى. شباب هذا المستقيم المعطى هو معادلته y تساوي ناقص x، هذا بنقول له منصف الربع الثاني. كيف بيصير؟ بيصير إنه أنا هداك الوقت ببدل بين أمثال الـ x والـ y، بتبادل بين بعضهم مع إشارات سالب. إذا رح يصير عندي ناقص 2x ناقص 3y ناقص 4 يساوي 0، يعني 2x زائد 3y زائد 4 بيساوي 0. إذا الجواب A. سؤال سابع، عندي مستقيم لكن فيه A مجهول، وعندي عم بيطلب مني نظيره، عم بيقول لي إذا نظيره بالنسبة للمستقيم اللي هو y زائد x يساوي 0، يعني طبعا هذا منصف الربع الثاني، عم بيقول لي بمر من النقطة A لإحداثياتها بالشكل التالي. طيب نحن بنعرف كمان مثل السؤال اللي قبله قلنا هذا طبعا شو معادلته، هذا هون هو y يساوي ناقص x منصف الربع الثاني. نحن بنعرف لما بيكون عندي منصف للربع الثاني بدي اخذ النظير ببادل بين امثال x و y وبعكس الاشارات. اذا صار عندي ناقص A مضروب ب x ناقص 2 ب y ناقص 4 بيساوي الصفر. لو ضبطنا شوي المعادلة صار A ب X زائد 2Y زائد 4 بيساوي 0. النقطة اللي إحداثياتها 2 1 بمر فيها هذا المستقيم، إذا فهي بتحقق معادلته. إذا رح أعوض بدل الـ X ب 2، إذا صار 2A، وأيضا بدل الـ Y ب 1، إذا زائد 2 زائد 4 بيساوي 0. إذا الـ 2A صارت عندي تساوي ناقص 6، معناتها الـ A راح يطلع ناقص 3. الجواب B. السؤال الثامن، عندي مستقيم معادلته معطاة، عم بيقول لي بده بالنسبة للمستقيم X يساوي 0 دور جوري سيمتري ندر، بده نظير هذا المستقيم بالنسبة لمعادلة المستقيم اللي هو X يساوي 0. طبعا هذا هو محور الوايات، إذا هذا محور Y. وقلنا لما باخذ نظير معادل نظير مستقيم بالنسبة لمحور الواي بقلب الإكسات، بقلب إشارة الإكسات. إذا صارت معادلة النظير ناقص 2x ناقص y زائد 4 يساوي 0. لو ضربنا بإشارة ناقص إذا 2x زائد y ناقص 4 يساوي 0. إذا الجواب راح يكون هو ب. السؤال التاسع عم بيقول لي عندي نقطة A نظيرة بالنسبة لمنصف الربع الأول هو النقطة B. إذا النقطة A إحداثياتها 3 5، عم بيقول لي أخذ نظيرة بالنسبة للواي يساوي إكس، طبعا قلنا بنبدل بين إكساتها وواياتها، إذا صارت النقطة B هي 5 3. هلا ب نقطة سنن، النقطة B هاي اللي طلعت معي اللي هي 5 3، عم بيقول لي أخذ نظيرة بالنسبة لمين؟ للواي بيساوي ناقص إكس، هذا منصف الربع الثاني، قلنا بنبادل بيناتهم وبيطلع معي وبعكس الإشارات طبعا. إذا رح يطلع معي ناقص 3 وناقص 5 بهذا الشكل.
ايه عم بيقول لي هي نظيرة هو النقطة جي، هاي النقطة جي اللي إحداثياتها A فاصلة B. إذا معناتها ال A طلع ناقص 3 وال B طلع معي ناقص 5. إذا ناقص 3 ناقص 5 يعني الجواب A. السؤال العاشر عم بيقول لي عندي نقطة A إحداثياتها 2 4، عم بيقول لي نظير هذه النقطة بالنسبة للنقطة B إحداثياتها فيها إكساتها مجهولة، عم بيقول لي نظيره يقع على المستقيم اللي عاطيني معادلته، عم بيطلب مني الآ شو هو. طيب هاي النقطة آ يلي إحداثياتها 2 4 وهاي النقطة ب اللي إحداثياتها آ 3، رح يكون نظير هذه النقطة بإني آخذ مستقيم بهذا الشكل يمر من A و B بحيث يكون عندي هذا الطول هون قد هذا الطول، أكيد هو النظير راح يكون نقطة ولتكن J إحداثياتها إكساتها هي راح تكون أنا يعني بحيث إنه ال A يكون متوسط حسابي بيناتهم، يعني هون راح أسمي X و Y. ال A راح يكون هو متوسط حسابي بين 2 وال X، إذا 2 زائد X على 2 و بالنسبة للواي ما في مشكلة، واياتها بتنحسب معي. بلاحظ من الأربعة على الثلاثة نزلنا بمقدار واحد، معناتها هون راح أنزل بمقدار واحد يعني راح يصير اثنين، إذا عفوا راح يصير عندي هون الواي اثنين، إذا كنت عند الأربعة نزلت واحد وأيضا راح أنزل واحد. عندي أحسب إكس هذه النقطة، إذا إكس من هذه من المعادلة فيني أقول هي 2A، إذا إكس بتساوي 2A ناقص 2. إذا إكسات النقطة هو 2A ناقص 2. هلا هاي النقطة تقع على هذا المستقيم، إذا فهي تحقق معادلته، معناتها راح أعوض بدل كل إكس ب2A ناقص 2 وبدل كل واي بواي النقطة اللي هو 2 في معادلة المستقيم. إذا صار 3 مضروب ب2A ناقص 2 زائد وايات النقطة اللي هو 2 زائد 4 يساوي 0. فصار عندي 6A ناقص 6 زائد 6 يساوي 0، إذا صار 6A يساوي 0 معناها الـ A راح يطلع 0، الجواب J. سؤال 11 عم بيقول لي في مستوى الإحداثيات يعني عندي مستقيم عاطيني معادلته بهذا الشكل، عم بيقول لي نظيره بالنسبة للنقطة الـ A اللي هي 1 ناقص 4 هو المستقيم عاطيني معادلته، هذا معادلة النظير. عم بيقول لي طالع لي M زائد N. طيب أنا هذا المستقيم الأول اللي عاطيني إياه، طبعا لو كتبت معادلته بالشكل النظامي راح تكون M بX ناقص Y زائد N يساوي صفر، هذا المستقيم الأساسي. طيب بالنسبة للنقطة A اللي أعطاني إحداثياتها 1 4 طلعت معادلة النظير عاطيني إياها هي هون 2X ناقص واي زائد واحد يساوي صفر. شباب أنا المستقيم لما باخد نظيره بالنسبة للنقطة راح يطلع معي هذا المستقيم يوازيه، وبالتالي أمثال الإكس وأمثال الواي راح تكون نفسها. هو هون كاتب لي إم بإكس ناقص واي، إذا من هون لازم أعرف إنه معادلته كانت هي 2X ناقص واي لكن زائد إن، أنا الإن ما بعرفها. إذا بالمقارنة أنا بعرف إنه الإم طلعت معي 2، إذا M يساوي 2، مبدئيا عرفنا الـ M، بقي عندي أحدد الـ N. مثل ما طبقنا بالأمثلة قبل شوي إنه لازم يكون بعد هاي النقطة عن المستقيم تساوي بعدها عن هذا المستقيم، إذا راح آخذ قيمة مطلقة، راح أعوض إحداثيات النقطة في معادلة المستقيم الأول، إذا صار 2 ناقص 4 زائد N بالقيمة المطلقة، طبعاً على الجذر وبده يطير الجذر، لذلك ما في داعي أكتبه، يساوي بالقيمة المطلقة 2 ناقص 4 زائد 1. إذا صار عندي هون N ناقص 2 بالقيمة المطلقة يساوي هون ناقص 2 زائد 1 ناقص 1 قيمته المطلقة إذا 1. فإلى حلين، إما إنه N ناقص 2 بيساوي 1 معناها الـ N راح يطلع 3، أو إنه الـ N ناقص 2 بيساوي ناقص 1 معناها الـ N راح يطلع معي 1. هلا الـ N يساوي 1 هذا عندي إياه، يعني هذا المستقيم، إذا هذا المستقيم اللي أنا عم بدور عليه اللي فيه N بتساوي 3 اللي هو المستقيم الأساسي، وبالتالي الـ N طلعت معي 3، إذا
2 زائد 3 الجواب 5، يعني جوابي ج. سؤال 12 عم بيقول لي عندي معادلة مستقيم وفي عندي نقطة مجهولة، يعني إحداثياتها مجهولة. عم بيقول لي نظير هذا المستقيم طلع معي المستقيم اللي عاطيني معادلته، عم بيقول لي A زائد B شو بيساوي؟ شباب هذا المستقيم الأول اللي هو X زائد Y ناقص 4 يساوي 0، وهي النقطة المجهولة وهذا النظير. طبعا قلنا لازم يكون البعد هون قد البعد هون، معادلة النظير هي X زائد Y زائد 6. النقطة هي إحداثياتها A و B. مثل ما تعودنا بالمسائل السابقة انه انا بامكاني اعوض بدستور بعد نقطة عن مستقيم، بعد عن هون لازم يكون بعد عن هون. طيب اذا رح احط قيمة مطلقة، طبعا ما رح اقسم على الجذر لانه الجذر بده يطير مع الجذر كون الامثال نفسها. اذا صار عندي A زائد B ناقص 4، A زائد B ناقص 4 بالقيمة المطلقة لازم يساوي A زائد B زائد 6 قيمة مطلقة. اذا الى حلين، اما انه الـ A زائد B ناقص 4 يساوي A زائد B زائد 6، وهذا الحل مستحيل لانه راح يختفوا الـ A والـ B، راح يصفي ناقص 4 بيساوي 6، اذا هذا الكلام مرفوض. او انه الحل الثاني الـ A زائد B ناقص 4 يساوي ناقص A ناقص B ناقص 6، معناتها صار عندي مرتين A زائد مرتين B بيساوي اذا ناقص 2، معناها الـ A زائد B بيساوي ناقص 1، اذا الجواب هو A. سؤال 13 عندي نقطة عم بيقول لي نظير هالنقطة بالنسبة للمستقيم Y بيساوي X، اذا هو تقع نظير هذه النقطة تقع فوق محور الإكسات. فعم بيقول لي اذا النقطة A بالنسبة للمستقيم X زائد 2 نظيرها شو هو؟ اذا شباب لما انا باخذ نظير نقطة، هاي النقطة A اللي هي A زائد 2 و A ناقص 2، لما باخذ نظير هذه النقطة بالنسبة لمنصف الربع الاول قلنا ما عطيني هو شو اسم لها، راح نسميها A فتحة. اذا شو بنساوي هون؟ كنا بنبدل ما بين ال X وال Y، يعني راح يصير A ناقص 2 و A زائد 2 بهذا الشكل. هو قال لي تقع فوق محور الإكسات X X ني X ني üzerinde ده. النقاط التي تقع فوق محور الإكسات أنا بعرف قيمة Y إلى لازم يكون صفر، إذا معناتها الـ A لازم يكون ناقص 2. الـ A هو ناقص 2 معناتها صارت النقطة بالنسبة إلي معلومة، ناقص 2 وزائد 2 إذا صفر، ناقص 2 وناقص 2 إذا ناقص 4، إذا النقطة A صارت معلومة بالنسبة إلي. هلا بده نظير النقطة A بالنسبة لهذا المستقيم، إذا A نقطة سنين X RTE دور سنانجل سيمتري. إذا هاي النقطة A يلي إحداثياتها 0.-4 بدي آخذ نظيرها، هذا المستقيم هو X يساوي ناقص 2. طيب نظيرها راح يكون A فتحتين. شباب لما باخذ نظير نقطة بالنسبة لمستقيم، يعني أنا إذا عندي نقطة هي XY عم باخذ نظيرها بالنسبة لمستقيم X يساوي A، راح يكون نظيرها هو 2A ناقص X والY على حاله. إذا هون مرتين A يعني هذا ناقص 4، ناقص 4 ناقص إكسات النقطة 0 فبقيت على حال، والوايات على حالها إذا ناقص 4، إذا ناقص 4 ناقص 4 يعني الجواب D. السؤال 14 عندي نقطة A عم بيقول لي نظيرها بالنسبة للمستقيم X بيساوي 2 هو النقطة B، إذا هاي النقطة A راح آخذ نظيرها بالنسبة للمستقيم X يساوي 2 مثل التمرين اللي قبله، إذا راح تطلع معي النقطة B قلنا مرتين قيمة هذا المستقيم ناقص هذا، إذا يعني صار 4 ناقص الناقص 1 صار زائد 1، معلش راح أكتبها، إذا 2 مضروبة ب 2 ناقص الناقص 1، وأيضا الوايات راح تبقى على حالها. فإذا النقطة B أصبحت عندي 4 وزائد 1 صارت 5 2، النقطة B أصبحت معلومة. وأيضا بالنسبة للمستقيم Y بيساوي 3 دور سنانجل سيمتري J، إذا النقطة A اللي هي ناقص 1 2 راح آخذ نظيرها بالنسبة للمستقيم Y بيساوي 3 هي النقطة J، قلنا إكساتها بتبقى على حالة لكن الوايات راح يكون عندي مرتين ب ناقص هذا، يعني 6 ناقص 2 راح يكون 4.
Hala şu an bilini abi elli. B ve C noktalarından geçen doğru denklemi nedir? Bi dumalatil mustakim almar bi hazihi noktatin. أول شيء شباب بطالع ميل هذا المستقيم. ميله هو شو؟ قلنا فرق الوايات على فرق الإكسات. إذا 4 ناقص 2 يعني 2 على ناقص 1 ناقص 5 يعني على ناقص 6. إذا ناقص 1 على 3. فإذا معادلة المستقيم هي واي يساوي ناقص 1 على 3 بإكس زائد إن. بإيه أحدد الإن؟ أنا عندي أي نقطة من هالنقطتين تنتمي للمعادلة. إذا خليني آخذ الخمسة 2. معناتها 2 تساوي ناقص 1 على 3 بخمسة زائد ان. معناها الان تساوي 5 على 3 زائد 2، اذا 2 زائد 5 على 3 وتساوي راح اضرب ب3 صارت اذا 11 على 3. اذا اصبح الان معروف بالنسبة لي، واذا صارت معادلة المستقيم واي بيساوي ناقص 1 على 3 اكس زائد 11 على 3. راح اضرب كل الاطراف ب3، اذا 3y تساوي ناقص x زائد 11، يعني صار عندي 3y زائد x ناقص 11 بيساوي الصفر. معناها الجواب لازم يكون عندي e. سؤال 15 عم بيقول لي عندي مستقيم اول ومستقيم ثاني. دورلارının açıortay denklemlerinden birini origine göre simetri nedir؟ عم بيقول لي هدول المستقيمين متقاطعين في إلهم منصف للزاوية، عم بيقول لي وحدة من معادلات المنصف لأنه إلهم منصفين، عم بيقول لي وحدة من هدول المعادلات بدي نظيرها بالنسبة للأوريجين. إذا أنا راح أبحث عن معادلتين، نحن تتذكروا قلنا ببحث الهندسة التحليلية قلنا لما باخذ منصف لزاويتين بحط معادلتين وبساويهم ببعض ومرة موجب مرة سالب. إذا إلى حلين، إما أنه الـ x ناقص 2y ناقص 6 تساوي الـ 2x زائد y ناقص 5. طبعا ليش ما قسمت على الجذور؟ لأنه الأمثال هون 1 وناقص 2 بده يتربعوا، ونفس الأمثال هون 2 و1 بده يتربعوا تحت، إذا الجذر راح يطير مع الجذر، ما كتبت الجذور. إذا هذا حل أول، أو عندي احتمال ثاني أنه الـ x ناقص 2y ناقص 6 بتساوي ناقص 2x ناقص y زائد 5. رح اشتغل بالقسم الاول، اذا طلع معي جواب بكون اكتفيت، اذا ما طلع رح انتقل للقسم الثاني. اذا لو نقلنا ال x لهالجهه صار 2x ناقص x يعني بقي معي x، ال ناقص 2 صار 2y وy، اذا زائد 3y صار زائد 6 ناقص 5، اذا زائد 1 يساوي 0. هاي معادله المنصف. بده هو السيمتري بالنسبه لمين؟ للاوريجين. الاوريجين هو مبدأ الإحداثيات، لما باخذ السيمتري بعكس الـ x وبعكس الـ y، يعني ناقص x ناقص 3y أي ناقص 3y زائد 1 يساوي 0، يعني x زائد 3y ناقص 1 يساوي 0. راح أدور عليها إنه ممكن ألاقيها x زائد 3y، إذا هذا هو الجواب، مباشرة طلع معي، ما احتجت أروح للقسم الثاني. سؤال 16 عم بيقول لي عندي 2x زائد 3y ناقص 6، وعندي ايضا مستقيم ثاني عم بيقول لي بده نظير هذا المستقيم بالنسبه للمستقيم الثاني. شباب لو اطلعت على معادله المستقيمين، خليني اشوف ميل المستقيم الاول. ميل المستقيم الاول شو هو؟ ميل المستقيم الاول هو ناقص 2 على 3. ميل المستقيم الثاني هو ناقص 3 على ناقص 2 يعني 3 على 2، هذا ميل المستقيم الثاني. لو اطلعت على هالميلين هدول اذا ضربتهم ببعض جداء الميلين، اذا ام 1 بام 2 راح يطلع ناقص 1، معناتها المستقيمين متعامدين، اذا في تعامد بينهم. يعني كيف راح اخذ نظير واحد بالنسبه للثاني؟ يعني راح افترض المستقيم الاول بالشكل التالي، إذا المستقيم الأول هذا هو خلينا أسميه دي واحد وهذا المستقيم دي اثنين. لاحظوا في تعامد بيناتهم. أنا إذا بدي نظير مثلا دي واحد بالنسبة للدي اثنين، يعني كل نقطة بدي نظيرها، أكيد نظيرها وين يقع؟ راح أمد بنفس الطول، هذا نظيرها طلع على المستقيم نفسه، بدي هاي النقطة نظيرها راح يطلع أمد راح يطلع نفسه. إذا معادلة نظير هذا المستقيم راح يطلع نفسه، يعني 2x زائد 3y ناقص 6. يعني الجواب لازم يكون ب. هلا مع ذلك رح نثبتها كيف؟
تتذكروا نحن قلنا لما باخذ نظير، لما باخذ نظير مستقيم بالنسبة لمستقيم آخر كنا بنعتمد على حزمة مستقيمات، كنا بنقول بنحط معادلة المستقيم الأول اللي هي عفوا 2x زائد 3y ناقص 6 زائد k بمعادلة المستقيم الثاني اللي هو 3x ناقص 2y ناقص 6 وكلهم يساوي صفر. وكنا الكا قلنا الكا إلى قانون هي ناقص 2 ضرب A1 بA2 يعني ضربوا 2 ب3 يعني 6 ناقص الب في الب، اذا 3 بناقص 2 ناقص 6 بالنا، اذا صار هون عفوا زائد وليس ناقص، كنا نقول A1 بA2 زائد B1 بB2، اذا 2 ب3 اعطاني 6، هلا 3 بناقص 2 راح يعطيني ناقص 6 على مربع امثال هدول هون يعني 9 زائد 4. لاحظوا 6 وناقص 6 راح هذا الحد فصار صفر، اذا معناتها الكا طلع عندي صفر. لما الكا صفر اذا التغى هذا القسم من المعادله، شو بقي عندي؟ بقي عندي معادله المستقيم الاول وكمان مثل الحل نفسه اللي توصلنا له. معناتها نظير هذا المستقيم بالنسبه لمستقيم يعامده راح يطلع نفس المعادله. شباب بهيك بيكون وصلنا لنهايه هذا الاختبار، بتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا كثير لاصغائكم.